السعودية أثبتت أن حجم الطلب على تجميل الأسنان ارتفع 350% عن السنة الماضية، يعني أن الأسر السعودية صارت تنفق أكثر من 10 مليار ريال سنوياً عشان تجمل أسنانها. خلونا نشوف التقرير ونرجع لكم. تجميل الأسنان صار أمر مهم للجميع، خصوصاً أنها تعتبر هي الوجهة الرئيسية للشخص عند الابتسامة. الموضوع ارتفع الطلب عليه كثير، وكان في دراسة سعودية أثبتت عن ارتفاع حجم الإقبال عن السنة الماضية 350%. حتى درجات اللون صارت مهمة للكثير، وصار في أنواع كثيرة لتجميل الأسنان مثل اللومينير والفينير مع طبقة لونية ساطعة، بالإضافة إلى توريد اللثة ومعالجة الفجوات بين الأسنان وعمليات أخرى. اختلاف العمليات والإقبال على أنواع كثيرة وصل إلى أن الأسر السعودية تنفق قرابة 10 مليار سنوياً على تجميل الأسنان.